بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلت أتحدث عن مشروع الأطروحة أو أطروحتي، رسالة الدكتوراه، والتي وعدت أن تكون بالوضوح الكافي والمطابق لجميع التعليمات التي ذكرت من كوهو من يوهو. اليوم أريد أن أبين أن كوهو هم سلالة، فأنا كوهو الخامس، يعني أنا كوهو الخامس أو الجيل الخامس من كوهو، ودعني أقرأ الصفحة اليوم في هذا التسجيل اللي هو K3 ويوفور، بالإنجليزي يوفور. صفحات K هي مفردة وهناك خطة لأن تكون مسرحية بعد أن تكتمل الكتابة، وكما علمنا أن هناك لغة للمسرحية أو الكتابة، وبعد ما يصدر الكتاب سيتم عمل مشاهد ومسرحية وفي مصر، والوقت المتوقع للمسرحية على مسرح مثلا يحضروا 100 مشاهد، وسوف تنقل المسرحية إلى ممكن 10,000 مشاهد، يعني هناك 10,000 تذكرة. فالمسرحية هي مسرحية مدرسة اللغة الجديدة اللي هي لغة كوهو، هي لغة تعليم للإنس والجن. فأنتم عندما تشاهدون هذا الفيديو تستطيعون القراءة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. ودعني أقرأ لكم عزيزي يوهو أهمية فرضية أو فرضيات رسالتي، هذه تتلخص في عدد، طبعا كتبنا بالإنجليزي هاشتاج ITH، فهذا تقريبا كل شيء مكتوب بالهاشتاج يعتبر اسم وعنوان، والعنوان أسماء. 4 فرضيات معلومة تكمن فيها الحاجة إلى تعلم لغة كلام، برضها تعلم لغة كلام تعتبر في اللغة الجديدة هاشتاج LOLT لولت. نستطيع أن نقول الكلمة بعد الهاشتاج باللغة الجديدة لولت. طبعا اللغة الجديدة نلاحظ أنها ستكتب، يقرأها الإنسان من اليمين إلى اليسار، وكل كلمة يقرأها من اليمين لليسار زي ما هو موجود في اسم الله الرحمن الرحيم.
هنا نلاحظ أنه في 6 كلمات، فهنا يزداد من عدد الكلمات الموجودة في سورة الفاتحة، كانت 24، فهنا في ازدياد أو 24 كلمة، بحيث أنه الفعل الأربع أفعال استنتج منها تعتبر أسماء، حولت يعني عندنا إياك نعبد، نعبد فعل، فتم تحويله إلى عبادة. وهناك عكس للأسماء أيضا تحول، إلا ممكن تحول لأفعال، زي مثلا الرحيم تحول إلى رحمة كما هو مبين، رحمة اسم، أو الرحمة اسم. أما رحمة فهي اسم إنسان، اسم شخص، ما نقول الرحمة. تحول إلى رحمة كما هو مبين، رحمة اسم، أو الرحمة اسم. أما رحمة فهي اسم إنسان، اسم شخص، ما نقول الرحمة. فهنا تزداد الكلمات المستنتجة، يعني من كل 20 عندنا صارت 40، أو تقريبا في بعض أسماء ما تحول مثل الله، أو ما يستخرج منها أفعال. فإذا هنا الكلام كله، أصل الكلام كله أسماء، كما جاء في علم آدم الأسماء كلها. أتابع في القراءة، تمكن الدارس هذه اللغة والمدرس كلاهما معا من محاكاة بعضهم بعضا، والمدرس من الإنس، لو علم الدارسين من الإنس سيتعلم مع الدارسين نفر من الجنة والناس، نفر من الجنة أو أشخاص. أحيانا صعب نقول شخص من الجن، فنفر من الجنة والناس، وممكن نقول نفر من الناس. نضرب مثلا أن أنا المدرس أدرس لغة جديدة حروفها من A to Z، وكان الدرس هو 6 أسماء، وأيضا كان عدد الدارسين 10 من الناس، ومعهم 10 من الجن. مع كل شخص من الإنس هناك فرد من الجنة، هنا حطينا هاشتاج، فالجنة مفرد جن، كلمة جديدة. طبعا هنا مكتوبة بلغة غير اللغة الجديدة، اللغة الجديدة تكتب من الـ A to Z. مع كل شخص من الإنس هناك فرد من الجنة، سيكون عدد الجن كمجموع الجن 10، 10 جنة أو الجنة، 10 يعني لو نبي نقول 10 نقول 10 جنة، ما نقول 10 إذا ما نبي نقول 10 من الجن. أو بمعنى آخر أن كل شخص هو 2، وهذا الكلام وضح في كتاب
للكاتب كتاب لكاتب الكتاب Power of Now، أوضحه كاتب الكتاب Power of Now. ف Power of Now قد يكون يدخل معانا أو الكتاب نأخذ منه في المسرحية ومشاهد في الكتاب. سيكون عدد الجنة 10 الجنة، أو بمعنى آخر أن كل شخص هو 2 إنسي وجني. أما هؤلاء فبدل يعني نقدر نقول إنسي وجنة يعني مؤنث. أما هؤلاء الدارسين هم 10 من الجنة والناس، وهذا تطابق مع آخر آية من سورة الناس وهي رقم 6. وكتبنا سورة الناس بعدها كتبنا قرآن بنفس اللغة الجديدة أو اللغة المعاصرة التي نأمل أن تكون في عام 2040 تكون معلومة لدى كثير من الجن والناس. فلو علمها 100,000 من الناس معناته علمها 200,000 من الجن والناس. هذا وباللغة الجديدة هذه أثبتنا أن كل الناس هم من الجن والناس، يعني أنا من الجن والناس أو في 2 كما قال صاحب كتاب Power of Now. وهنا ذكرنا كما جاء آية 6 وتم تحديد أن سورة الناس تعطى هاشتاج ABC 114 03 هنا كأعداد أو التاج هذا عنوان، يعني انظر تحت عنوان سورة الناس التي رقمها 114 وفيها 3 أحرف لم تذكر في الكتاب. يعني لما قلنا أو حددت هاشتاج ABC 114 هذه رقم السورة، 03 هنا يعني مثلا سورة الفاتحة نقول ABC ما نقول 1 نقول حروفها 23 1 وآياتها 06 نقول حروفها. أهم شيء في سورة الفاتحة عدد الآيات وآياتها 06 عدد الآيات في أهم شيء في سورة الفاتحة عدد الآيات. فالناس التي رقمها 114 فيها 3 أحرف لم تذكر في الكتاب القديم وهي سورة الفاتحة. فالكتاب الناس التي رقمها 114 فيها 3 أحرف لم تذكر في الكتاب القديمة القديم وهي اللغة التي الكتاب القديم هي سورة الفاتحة وهي اللغة القديمة وهي اللغة التي ستكتب من الـ A to Z. فإذا هذه اللغة القديمة الحديثة أو المعاصرة القديمة المعاصرة الكتاب. ثم ذكرنا في K الآن 5 عزيزي هو أهمية فرضيات رسالتي هذه تتلخص كما يلي: ما زلت أنا المدرس أتابع ما قلته في K3. في المثال كان الدارسون عددهم 20 حسب ما قررته سورة الناس وهي ABC 114-03. أما الأحرف الثلاثة فهي حرف شين خاء جيم، لم تكن من أحرف سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة من عدد 29 حرف عندنا 23 باقي 6، 3 منها هنا في سورة الناس. تحتوي على عدد 23 حرف من أصل حروف الهجاء العربية وعددها الكلي 29، هذا شامل الهمزة إنها حرف. الآ حرف، ألف حرف، والهمزة حرف. حرف وهي التي 29 حرف وهي التي ستكون حروف اللغة الجديدة التي هي لغة
للتخاطب بين الناس والجنة والملائكة، التي هي محور الرسالة. وأما باقي الحروف الثلاثة نريد أن نتبعها، فهي حروف حرف الثاء والزاء والضاء، مثل في ثاء ثم، الزاء مثلا زبور، والضاء ظالمين، فهي الأحرف الأخرى المفقودة والتي سيتم البحث عنها لاحقا. أكتفي بهذا القدر من التسجيل، وسنتابع في تسجيل آخر، وشكرا.